3-3 أو نتيجة الوصل هناك ما بين الوصل واتحاد كلبة مباراة كبيرة 3-3 الله 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 يا تحنون الزعابي في عز الحديث عن الثلاث أهداف يأتي الهدف الثالث تأتي الضربة الثالثة ضربة موجعة مؤلمة من طحنون الزعابي أرسلها في مكان قاتل قاتل في مرمى محمد يوسف لاحظ اللقطة أخذ الكرة وسددها من بعيد بعيد وسجل هدف المباراة الثالث في مرمى محمد يوسف صعبة صعبة على محمد يوسف هدف لتستمر الأهداف من خارج المنطقة في هذه الجولة هدف ولا أروع ولا أجمل يسجل الطحنون الزعابي واحد من أجمل الأهداف في هذه الجولة أيضا طحنون الزعابي يضع كرة في المرمى بهذه الطريقة